ضربني في اللحم ديالي، قطع لي حوايجي، غطاوني غير ناس ديال الدوار، خرج عريان الدوار، حتى شي اهتمام داك المسؤول الاقليمي. فقط شنو دار؟ مصيفطني واحد ثلاثه ديال المشرفين ديالو اللي كيوصلوا كما كنقولوا الهضره. انا حفاظا على السلامه ديالي وعلى الامن ديالي تنازلت على حقي، فاش شاف بلي ان القضيه شويه كبرات عليه وهذا خصني نقلها. منين نقلني؟ منقلني تعسفيا الوحدات تستقر الادنى شروط السلامه ادنى شروط العمل. جات قالت لي علاش ما شطبتيش الاستاذه صباح، علاش ما سيقتيش القسم، مع العلم ان داك الوحده كتفتقر الماء وكتفتقر بزاف ديال الامور. كنطالب هذه المؤسسه ترد لي حقي اول حاجه، وتردني القسم ديالي ثاني حاجه. شاكي بن موسى ان راه المربيين والمربيات كيعانيو. السلام عليكم، معكم المربيه صباح مشوان من اقليم تاونات. انا كنشتغل بالمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاول اللي كمربيه لمده سنتين، وايضا شغلت مربيه ديال التعليم الاولي مع جمعيه محليه لمده اصلا سنتين، ايضا سنتين. نهار 26 في شهر 8 2023 فرضت علينا المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي نلتحقوا بالاقسام ديالنا، مع العلم ان المدارس العموميه ولا حتى الخصوصيه راه ما كيتفتحوش نهار 26 في 8، كيتفتحوا حتى 3 في شهر 9، كيكون الدخول المدرسي بشكل عادي بشكل منظم. منين انا التحقت بالوحده ديالي واحد الصباح غدا خارجه الوحده ديالي خارجه نشتغل كما العاده، كيتلقى لي واحد المتسكع ديال الدوار وباش يغتصبني، تعرض ديك الساعه لمحاوله اغتصاب والضرب لان كانت المقاومه، وكان واحد الجهد بيني وبين داك السيد دفاعا على النفس ديالي. الحمد لله انني جيت منه بواحد الاعجوبه، واخا ضربني في اللحم ديالي، قطع لي حوايجي، غطاوني غير ناس ديال الدوار، خرج عريان الدوار، غطاوني غير ناس ديال الدوار هما اللي غطاوني في ديك الحاله السريه ديال انا حوايجي كلهم مقطعين، واتصلوا بالامن واتصلوا بالسلطات المحليه واتصلوا بالاب والام ديالي اللي هما جاوا يعيروا. من بعد فاش انا اتصلت بالمسؤول الاقليمي اللي انا كنتمي ليه، هو كينتمي لهذا كيمثل المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي، ما جاوبنيش. وليت اتصلت بالمدير ديال المؤسسه، جاوبني فور الحين، انا جاوبني قال لي استاذه صباح شنو وقع؟ قال لي استاذه صباح لا راه ما كانش عليك انك تجي لي، راه ما يمكنش، راه المؤسسه كتحل حتى نهار 3 في شهر 9. شكون اللي قال لك اجي قبل؟ المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي، وما بقرار، نعم بقرار في الجمال بلي زوديو في الواتساب، مجموعه ديال الواتساب بكل شيء. من بعد انا فاش وقع لي داك الفجعه تواصلت مع المسؤول الاقليمي ما جاوبنيش، ولا تواصل المدير، قال لي المدير للاسف بنتي حنا ما عندناش واحد لا 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 ما عندناش واحد الاتصال بك انت في هاد الامور، راه المشغل ديالك هو اللي خصو يتواصل معك شخصيا في هاد الامور. قلت له راه ما كيتواصلش معايا، اتصل بالمديريه الاقليميه، والمديريه الاقليميه ورجعت اتصلت بالمسؤول الاقليمي ديالي. من بعد اتصل بيا ما جاش، ما عطاني ما عيرني حتى شي اهتمام داك المسؤول الاقليمي. فقط شنو دار؟ مصيفطني واحد ثلاثه ديال المشرفين ديالو اللي كيوصلوا كما كنقولوا الهضره. جاو شنو داروا؟ بقاو كيصوروا لي في الحمي وداك الشيء وهذا والضرب وهذا، وشاو صوروا لي الملابس ديالي مقطعه من التحت، واخا طبيعة الحال عندي شهاده، لان انا ملي وقع لي هذا جاتني انهيار عصبي، ازمه نفسيه حاده، اضطرابات نفسيه. لا انا ماشي بالدوار، انا كنشتغل في انا المسقط الراس ديالي اللي هو مدينه تاونات المركز، وانا اشتغل بعيده على الدوار ديالي ب 100 كيلومتر، كنتخلص ب 3000 درهم وانا بعيده على الدار ديالي ب 100 كيلومتر. صافي هي هذيك. ملي جاو داروا انا مشيت للطبيب نفسي، تعتقل السيد. ملي تعتقل السيد مشيت باش ندلي بالاقوال ديالي، للاسف كنلقى ان المسؤول الاقليمي والمشرف التربوي فرضوا عليا. المسؤول الاقليمي ما جاش فقط في التليفون، والمشرف التربوي هو اللي كان حاضر معايا في ذاك النهار ديال انا كنتنازل على الحق ديالي في امام السلطات المحليه وامام السلطات الاقليميه وامام الخليفه ديال داك المنطقه. اين الحق اللي غتنازلي عليه؟ انني ما نسمح لهذاك السيد اللي تعدى عليا وضربني وتكرفس عليا وحاول يغتصبني.
راه بطبيعه الحال لانني انا مربيه منتميه لهم، ولكن كون كانت شي استاذه مثلا من الصفه توسط المجرم من الجانب بان الصفه. انا نقول لك الصفه علاش، حيتاش انا قبل ما هذا قلت له استاذ راه خصني ننتقل، راه ما يمكنش نشتغل في هاد الظروف. قال لي استاذه صباح الوحدات ما كاينينش وما يمكنليش انا ننقلك في هاد الوقيته، غادي تبقاي تشتغلي في الدوار. الى الى سيت تعتقل ومشى للحبس كتحملي كامل المسؤوليه ديالك في هذاك الشيء، كتحملي كامل المسؤوليه ديالك في هذاك الشيء. ما ستقول له الاوضاع يعني الى تضربتي الى قتلوك الى انت كتبقاي برانيه، ما عندنا ما نديرو لك، كتحملي مسؤوليتك. لهذا انا حفاظا على السلامه ديالي وعلى الامن ديالي نازلت على حقي وسمحت لواحد الانسان اللي مغتصب. ها انت هضرتي انت غتكون شي بنت الناس وحده فوالا فوالا سبعه ديال لا سبعه ونص كنت خارجه المهم للخدمه غادا للخدمه. داكشي راه عندي مرفوق بشهاده طبيه ديال طبيب نفسي اللي عطاني الراحه لمده شهر كامل. منين اتصلت بالمشرف الاقليمي قلت لكم كوا انني انا الطبيب نفسي عطاني شهر كامل، قال لي استاذه صباح راه غادي تقطع لك شهر كامل. انا شنو غادي ناكل في هذيك الشهر؟ شنو باش غادي نعيش؟ باش اضطريت نتواصل مع الطبيب النفسي قلت له قلص لي الشهاده لمده الشهاده ال 15 يوم اللي تقطعات لي فيها 1600 درهم. تقطعات لي فيها 1600 درهم في مده 15 يوم، انا ما كنتخلصش بها بهذا الاجر، انا ما كنتخلصش 150 درهم في النهار. حيت التدبير المفوض والوزاره اللي عطات الامر لهاد الجمعيات باش يسكفوا الدماء ديال المربيات والمربيين بالاجر الهزيل، هذا هو النتيجه. حنا هما داك الناس ولاد الشعب اللي تقاتلنا وقرينا وخدمنا وكافحنا، وانا بالشهاده ديال المدير ديال المؤسسه بالشهاده ديال الناس ديال الدوار لحد الساعه كيجيوني رسائل من الناس من الاطفال اللي كنت كنشتغل معاهم، استاذه فوقاش غتجي لعندنا؟ استاذه توحش شناك استاذه بغيناك استاذه انت احسن استاذه انت فني ولا انت فنانه انت زوينه انت كذا كذا. مع الطفله وراه عندي اوديو دابا الا بغيتي تسمعوا نسمعوا لك مع الطفله ديال داك الدوار. علاقتي مع الاساتذه اللي هما الرفاق ديالي في المدرسه من احسن علاقه، والنهار اللي مشيت باش نجيب الحوايج ديالي الاساتذه كاملين المدير انا بقوه ما بقيت فيهم احتضنوني وقالوا لي ما فهمناش علاش هاد الطرد ديالك انت، ما فهمناش لحد الساعه هما براسهم تصدموا على وديت الطرد ديالي. الشغل سنه كامله مورا داك الشيء في الظروف اللي مزريه جد مزريه، انني انتقلت نكري في دوار والنافيطي الدوار اللي كنشتغل فيه والمسقط الراس ديالي الحقيقي كاين في مدينه تاونات اللي كتبعد من المؤسسه تقريبا 100 كيلومتر 100 كيلومتر تقريبا. المطالب ديالك اختي صباح؟ انا كنطالب هذه المؤسسه ترد لي حقي اول حاجه وتردني القسم ديالي ثاني حاجه، وكنطلب بالادماج المربيات في التعليم الاولي والمربين في التعليم الاولي باش ما تبقاش هذه الوساطه، باش ما يبقاش هذا التدبير المفوض، باش ما تبقاش هذه المهزله في التعليم الاولي بجميع مقاييسها. كنقول للسيد الوزير التربيه الوطنيه شاكيب بن موسى ان راه المربيين والمربيات كيعانيو من هزاله الاجور، كيعانيو من الضغوطات النفسيه، كيعانيو من بعد المسافات، كيعانيو من الانتقالات، كيعانيو من جميع الحوايج، لان المربي حاليا كيشتغل في ظروف بائسه بالاجر ديال 3000 درهم، مربي كيدير التطبيب، كيقلب الاسنان ديال الاطفال والعيون ديال الاطفال والوزن والطول ديال الاطفال، المربي كيدير التنشئه الاجتماعيه، كيخرج للدوار بحال المقدم ويبقى يقول لهم جيبوا ولادكم تقريوهم جيبوا. المربي مهدد دائما بالطرد، المربي مهدد دائما بسدوا له الوحده ديالو الا كان عنده الاطفال اقل من سبع اقل من 15 طفل في القسم، مهدد انا الا كان اقل من 15 ممكن يتسدوا القسم ديالو في اي لحظه، حيت كتقول لك الجمعيه انا كنخلصك على ديك الاطفال اللي عندك في القسم، وعلى ديك انا كنشد القسم وانت كمربيه كنخلصك على ديك الاطفال. المربي كيدير مرافق، المربي كيدير النظافه، المربي كيغسل الطواليطات حاشاك، المربي كتجي المشرفه كتقول له علاش ما غسلتيش الطواليط؟ علاش ما سيقتيش القسم؟ علاش ما شطبتيش القسم؟ وكتحاسبوا انا شخصيا حاسباتني مشرفه على النظافه ديال القسم.
كان الشا والبرد والغيص ما كانش عندي كيفاش ندير انني نشطب ولا هذا. جات قالت لي علاش ما شطبتيش الاستاذه صباح، علاش ما سيقتيش القسم، مع العلم ان داك الواحد كتفتقر الماء وكتفتقر بزاف ديال الامور. يعني سيري انتيا هذا سيري شري الماء من عندك واجي سيقي القسم من الماء الخاص ديالك. شحال من مربيه فرضوا عليها تصبغ القسم، اه شحال من مربيه تفرض عليها تصبغ القسم، شحال من مربيه تفرض عليها ان داك اصلا كيفرضوا علينا المطابع الكامله ديال الاطفال وداك الشيء من المال ديالنا الخاص من الاجر ديال 3000 درهم، مع العلم ان الا حسبنا هاد الخدامي كاملين وضربناها في 3000 درهم راه غتولي المربيه كتشد واحد 15000 درهم ولا 20000 درهم غير ب 3000 درهم لكل عمل كتقوم به المربيه، ها التدريس ها التربيه ها النظافه ها التنشئه الاجتماعيه ها الطبيب وعاد هذا وعاد شنو سميتو كيعطيونا داك منظومه ديال واحد لابليكاسيون كندخلوا فيها كنديروا التسجيل في مسار التسجيل في داك المنظومه كندخلوا التقييمات ديال الاطفال. يعني تقوم المربيه ما هو اداري ايضا، يعني المربيه منها مديره مربيه مساعده مرافقه منظفه طبيبه جميع هذا بالاجر ديال 3000 درهم، في حين ان المسؤول الاقليمي السالير ديالو كينهز الاضعاف اربع اضعاف من السالير ديال 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 المربيه. المشرف التربوي السالير ديالو جوج اضعاف ولا ثلاثه من السالير ديال المربيه، ولكن للاسف الشديد حنا كنشتغلوا في ظروف جد حرجه مهزله بجميع مقاييسها داك الشيء اللي عمر لا 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 قمه التسلط. كيجي المشرف كيتسلط عليك على والو، وانا اتحدى اي مشرف او مشرفه او 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 مفتش ابتدائي او مدير في العمل ديالي، وكذلك اتحدى المسؤولين ديال المؤسسه المغربيه في العمل ديالي، لانه جا مفتش ديال وزاره التربيه الوطنيه وقيمني بنقطه ديال جيد جدا، كذلك المدير دائما كيقيمني بنقطه ديال جيد جدا، الاساتذه اللي كنشتغل معاه، يعني انا اتحدى اي واحد في العمل ديالي. ومن بعد جاو نهار 19 شهر 8 صيفطوا لي ريزينياسيون ديال الكونطرا، حيت كان طالبت بالحركه الانتقاليه في لا موبيليتي في الاخر ديال العام، ومنين نقلني لواحد الوحده تفتقر لادنى شروط العمل تعسفيا، تنقل تعسفيا، بغيتي ما بغيتيش كنعطيك التزام كتلزمي على نفسك انني انا نقلتك وانت ما بغيتيش، لان انا ملي مشيت لذاك الوحده لقيتها اكفت من هذيك ديال اللي انا فيها. وهادشي كامل على حقاش انا بغيت نمارس الحق الدستوري ديالي اللي كتخولوا لي الدوله. انا اللي كنهضر معاك الصفه ديالي عضوه اللجنه الوطنيه وعضوه اللجنه التنفيذيه، وجا قال لي استاذه صباح الا بغيتي نقلك غادي تنازع على الحق النقابي ديالك، وقلت له ما يمكنش انايا مثلا علاش غادي تنقلني. من بعد فاش شاف بلي ان القضيه شويه كبرات عليه وهذا خصني نقلها، منين نقلني منقلني تعسفيا. الوحده تستقر لادنى شروط السلامه ادنى شروط العمل. في نهار 19 شهر 8 كنتفاجئ انا كنتسنى المسؤول الاقليمي ينصفني ويصيفط لي الوحده قريبه من مسقط الراس ديالي، كنتفاجئ بطرد تعسفي ريزينياسيون كونترا من عند المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. وللاسف حنا فاش كنشوفوا فاش كنهضروا على الطرد التعسفي كنهضروا على التدرج بعدا في العقوبات. يعطيني انا اتحدى اي واحد يجي يقول لي انت درتي وهالي بروف قدام الصحافه قدام امام الملأ غادي انا نمشي بحالي ما نوليش نعتصم هنايا، ولكن هما كيديروا كيبنيو داك الطرد التعسفي بناء على تقارير كيديه ديال 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 المشرفين. والريزينياسيون كونطرا ملي كنسمعوا ان فسخ العقد كيجي من الاداره المركزيه وبلا سيناتور ديال مديره الموارد البشريه، انا جاني الطرد التعسفي مع المسؤول الاقليمي في لا سيناتور ديال المسؤول الاقليمي، يعني كامل الحريه انا المسؤول الاقليمي طرد كيتعسف عليك يدير بك اللي بغى هو، المهم عنده كامل الصلاحيه انه يتعسف عليك كيف ما بغى هو عاطينه كامل الصلاحيه. ومني جينا نهار 7 شهر 9
نطماطنا النقابه ديالنا الحوار مع هاد الناس وجينا درنا الحوار وعاودنا لهم المشاكل اللي كنعانوا منها. قال لك ان شاء الله غادي يكون خير، ان شاء الله كذا، ان شاء الله كذا، لكن للاسف لقينا ما كان حتى شي رد، ما كان حتى شي اعتبار، ما كان حتى شي حاجه، وكان تماطل كبير في الملف. لهذا ارتأيت انني ناخذ اعتصام مفتوح امام مقر المؤسسه المغربيه النهوض بالتعليم الاولي.